اجي العفو، اوكي، فهسه كملنا من عتن العمليات، خلي اجي العمليات اللي بعتها اللي هن اللوجيكال، هسه احنا كملنا من العمليات المقارنة، هسه راح نجي للوجيكال، فاللوجيكال تلاحظ ان العمليات اللي موجودة داخله، خلي امسح هذه العمليات، هذن كملنا من عتن راح امسحهن، اسويهن مسح وخلي اكتب هذه العمليات، العمليات اللي موجودة عندي اللي هي آند آند or وعندي هذا النفي تمام هذني عمليات اللوجيكال اوكي هذني اللي هو اند AND او اور او هذا قبل لا قبل لا نبدا بال يعني التمارين مالتها قبل لا نبدا يعني اريدكم تعرفون في الشغله انه هذا خلي اسوي له هالشكل وهذا هالشكل وهذا هالشكل فهذا بمعنى شنو بمعنى آه هذا اللي هو and بمعنى and and ومعناته ضرب اوكي يعني هذه هالشكل زين؟ زين اللي بعدها اوكي هذه خليني أشعل على الكتابه اللي بعدها or بوابه الاور بمعنى آه زائد اوكي خلينا ننزل جوا آه هذا نوت وبمعنى يعني شلون نفي اوكي ما لها عمليه يعني فبهذا الشكل انه الاند هي اند بهذا الشكل مثل البوابه اند زين او بمعنى تضرب، آه ال or بمعنى مثل بوابه or وبمعنى آه جمع هذا باللوجيكال ان شاء الله موجودات فاللي حافظ اللوجيكال وحافظ البوابات اعتقد راح تصير عليها سهلة شوية زين النوت اللي هي نوت اللي هي تكون يعني شلون مثل المعكوس او المغلوب مالتها زين هذا شلون راح نستعمل انه هذا شنو راح ينطنا من استعمال هذا أهم هم راح ينطنا ترو اور فولس يعني هم ينطنا صح او خطا واتفقنا انه الصح هو واحد والخطا هو صفر زين زين هذا هسه اتفقنا عليه واتفقنا بعد على شغله ثانيه اتفقنا على انه اي رقم ما عدا صفر سواء كان سالب او موجب هو ترو يعني يعني ترو يعني واحد بين قوسين زين وما عدا الصفر اللي هو صفر حيبقى صفر وهو فالس يعني خطا زين هذا متفقين عليهم زين خلينا نجي ناخذ هذه نمثلها هنا داخل يعني الحاسوب فداخل الحاسوب مثلا اكتب على سبيل المثال 12 انت انت اوكي انت انت مثلا صفر اوكي okay. فهذا شنو ترجمته؟ ترجمته هذا وهذا ترجمته على انه هذا اللي هو راح يكون True اوكي الان ترجمت على انه هي ضرب وهذا ترجمت على انه هو فولس بهذا الشكل زين خلي انزل جوا اللي بمعنى شنو بمعنى واحد مو صحيح زين وهذا بمعنى ضرب وهذا بمعنى صفر زين ايش قد النتيجه راح تطلع اضرب واحد في صفر قد النتيجه راح تطلع لي راح تطلع لي صفر ماشي فهنا هالشكل فاروح اضرب واحد في أه صفر. لاحظ شلون العملية جاي تصير؟ إنه ال 12 أول مرة حولناها ترو، بعدها شنو واحد والصفر أه 12 حولناها ترو بعدين واحد والصفر فولس بعدين صفر. ورحت ضربت واحد في صفر انطاني صفر. فهسه هذه العملية خلي أجي هنا، هسه هذه كملت من اتن خلي أجي أنفذهن. إيش راح تنطيني؟ لاحظ راح تنطيني صفر. ليه شيء انا طلعت هنا أنا صفر وهي العمليه انه آه صفر بهذا الشكل شباب احنا قدرنا شلون نستعمل الاعاند زين خلي هذه انا ما ادري سبيتها اوكي بين اسفل زين هسه هذا بالنسبه للعمليه هذه زين اوكي انا مساعدين كلهم يلا مو مشكله سوي هذا رجوع ما يصير اوكي اوكي هسه رجعنا شوف شلون زين هسه هذني انا اريد امسح بس هذني اوكي هسه تمام هسه هذا بالنسبه للان زين الان هم يستقبل true او false فاذا كانت عندي مثلا ترو او false اللي احنا قلنا واحد واحد انت انت واحد بهذا الشكل فهذا الواحد بواحد فاقول ان في واحد فيه واحد ليه راح ينطيني هو ما ينطيني يعني اثنين او رقم لو في الشي. هو ينطيني ترو او فولس فواحد بواحد يعني ايش راح ينطيني راح ينطيني واحد لان بالباينري ماكو شو اسمه اثنين عدد اثنين فيعني هذا واحد بواحد راح ينطيني اما ترو اما فولس فترو في ترو راح ينطيني ترو زين اوكي فمثل ما جاي تلاحظون ان انطانا جت انطاني واحد بمعنى ترو في ترو انطاني ترو زين آه بعد اذا انطاني مثلا فولس يعني هذا هنا أنا صفر عرفوا. صفر في صفر اوكي صفر في صفر فهو صفر من بين يعني آه مثل ما جاي يشوفون زين خلينا نقول مثلا هذه بالسالب فهذه مثلا سالب اثنين وهذا مثلا ثلاثة زين فهذا سالب اثنين قلنا شنو نعتبره هذا سالب اثنين قلنا شنو نعتبره نعتبره ترو ترو وهذا ثلاثة أي رقم ما عدا صفر راح اعتبره ترو والترو بمعنى شنو بمعنى واحد إذا راح اعتبره واحد في واحد تمام فإيش قد راح ينطيني راح ينطيني واحد بمعنى ترو فبهذا الشكل لما ننفذ اوكي راح يعطيني واحد بمعنى ترو زين هذا بالنسبه لمن؟ بالنسبه لبوابه الآند اعتقد واضحه مجرد انه تغير اي رقم هذه القاعده تحفظها انه اي رقم ما عدا الصفر هو ترو فترو بمعنى واحد زين تجي للفورس اذا موجود فورس يعني صفر فتقول واحد في صفر انطيك صفر انطيك الناتج مباشرة هذه كذلك هم نقدر نستعملهن داخل جمل الشرطية داخل جمل التوقف أي جمل عندك تحتاج ترو أو فولس هذا هي تقدر تستعملهن يعني بشكل عادي تمام واضحة الآن زين خلينا نستعمل مثلا الأور الأور نفس الـ نفس الحكي لاحظ لاحظ انه انا جاي اكتبهن مرتين مرتين هنا انا مرتين وهنا انا مرتين ف بالبتوايز وايز احتاج مره واحده ففرق بينهن بين الاثنين آه الـ ال اند اند يعني logical تنطين ترو او false بالبت وايز تجينا مره واحده وراح تنطينا رقم ما, راح تنطينا ترو او فولس واضحه شباب اوكي فهسه الاور خلينا نقول مثلا هذا واحد اللي هو ترو اوكي وهذا مثلا واحد اللي هو ترو فهنا أنا واحد في واحد آه هذا راح يصير هذا خلي نمسحه اوكي فهذا احنا قلنا الان الاور راح نعوض عنها بزائد فاقول واحد زائد واحد تساوي احنا ما عندنا مثلا بالباينري او بال بالترو او False عندنا اثنين عندنا عندنا اما ترو او فولس فترو زائد ترو راح تنطيني؟ راح تنطيني ترو اللي هي شنو؟ واحد زين فهسه لما انفذها راح تنطيني شنو؟ واحد بكل الحالات الاور واحد ما عدا الصفر بصفر اللي هي الوحيده اللي راح تنطيني false تمام الوحيده اللي هي راح تنطيني false بكل الحالات بقيه هي واحد زين اذا انطتنا رقم مثلا هنا أنا 12 وهنا أنا مثلا صفر احنا قلنا بكل الحالات لان هذا ايش راح اعتبره؟ هذا ايش راح اعتبره؟ راح اعتبره ترو راح اعتبره true. مثل ما قلت لكم راح اعتبره ترو زائد false هذا شكل زين الترو راح اعتبره واحد قلنا راح اعتبره صفر بس هاي ركز فواحد زائد صفر راح تنطينه واحد تمام فهنا الناتج اللي راح يطلع لي راح يطلع, يطلع لي واحد اوكي مثل ما جاي راح يطلع لي واحد فهذان العمليات زين خلي هسه هذه بالنسبه لي كملت انا من عند الاور ما بها اي اشكال زين خلي ناخذ النوت فمثلا هنا سوينا نوت فهنا ايش راح يطلع لك؟ زين أه انتبه لهنا النوت اذا كانت ترو مثلا عندنا نوت اقواس ترو بهذا الشكل يعني داخل هذا القوس اللي مستعملينه ترو فايش راح يطلع لك راح يطلع لك فولس هذا شنو اللي اجى اوكي خلي يوخره فراح يطلع لك فولس بهذا الشكل زين اذا اجاك بالعكس مثلا هذه اند النوت uh, العفو اجاني مثلا فولس فايش قد هنا أنا يساوي يساوي ترو ليش لان يعني النوت بالعكس الواحد يسوي صفر والصفر يسوي واحد بس هاي الاند يعني هسه لما خلينا هنا اند فايش راح تطلع لي هسه خلي ننفذ تمام هذا ايش آه قلنا قلنا هذا ترو راح تطلع لي ترو فولس راح تطلع لي ترو زين وهذا الاند اللي احنا حولناها اند اذا ايش راح تطلع لي راح تطلع لي فولس زين راح تطلع لي فولس اللي هو صفر ليش لان هاي النوت نفت له هذا الترو سوت لي بهذا الشكل بس هالشكل احنا اخذنا هذه اه العمليات اللوجيكال فهسه حاليا منو عنده سؤال عليها يعني مجرد انه تحول الرقم قلنا اي رقم عدا صفر هو ترو والترو بمعنى واحد يعني تستعمل واحد واي رقم ااا اه العفو اي صفر تشوفه اه راح اعتبره فولس والفولس بمعنى صفر وهذا ان الاند اند بمعنى ضرب والاور بمعنى زائد وهذا إن اذا انت حافظ التروث تيبل مال التروث تيبل الجدول جدول الحقيقه مال اند انت راح تجاوب عليه اذا ما حافظه تقدر تستعمل الضرب مجرد أن تضرب مثلا صفر في واحد فهي سهله بينه اما تجمع مثلا واحد زائد واحد اللي هو راح يعطيك واحد لان احنا عندنا ترو او فورس فبهالشكل هذا يعني فهسه حاليا هذني علامات اللوجيكال او عمليات اللوجيكال احنا نسميهن فمنو عنده سؤال عليهم انا اللي جاي يعني راح اوقف حتى اكمل محاضرتي